السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today we read this verse, inshallah, verse number 49 of Surah Al-Baqarah. Allah says, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Yeah, let's start. Bismillah. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ. هنا ربنا يعني كأنه بيقول لهم افتكروا لما نجيناكم، فعشان كده مترجمينها هنا and recall. Recall يعني to remember something from your something back, to get something back from your old memory. افتكر. And recall, افتكروا when, عندما, if نجيناكم, لما احنا نجيناكم, when we saved you. Save يعني ينقذ أو ينجي. When we saved you. وإذ نجيناكم. طبعا نجيناكم كان الخطاب لآباء بني إسرائيل في الوقت اللي مش لهم هم. فعشان كده بالترجمة your forefathers. كلمة father for يعني السابق. Forefathers اللي هم آباءكم السابقين. يعني ربنا يقول افتكروا لما احنا نجينا آباءكم وأجدادكم، فعشان كده مترجمة forefathers. طبعا هنا مش موجودة forefathers، لكن هي الحديث ليهم. When we saved your forefathers from من آل فرعون. آل يعني أهل people, the people of Pharaoh. Pharaoh اللي هو فرعون. Who afflicted you. اللي كانوا بيسومونكم. Who afflicted you, like torture you. كانوا بيعذبوكم. Who afflicted you with the worst torment. Worst يعني أسوأ torment عذاب. The worst torment. Torment يعني torture. عذاب. The worst الأسوأ. يذبحون يذبح يعني slaughter. Slaughter. GH silent. Slaughtering. يذبحون أبناءكم. أبناءكم طبعا عارفينها children، بس هنا مترجمة sons. ليه؟ لأن هما كانوا بيذبحوا only the they were only killing the males. Okay, so that's why it's translated as sons. But you know أبناء means children. Okay, and between brackets newborn. مولود جديد. Okay, يذبحون أبناءكم and ويستحيون نساءكم and keeping your female. Keep بيحتفظوا your females بالنساء. طبعا ايه؟ alive. ويستحيون نساءكم وفي ذلكم and in that وفي ده في اللي بيحصل ده وفي ذلكم بلاء. بلاء means trial يعني فتنة بلوى. زي ما ربنا قال ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنه. كلمه يبلو مش معناها بلوى يعني مش لازم تبقى شر، بس ممكن تبقى بلاء بالخير او بلاء بالشر. زي ما ربنا قال في القران ونبلوكم بالشر والخير فتنه. So بلاء means trial. بلاء عظيم يعني great trial. شوف الترجمه هنا هو حاطط كلمه عظيم اللي هي الصفه بتاعت بلاء، مترجمها هنا على طول a great trial من ربكم from your lord. So the whole thing is going to be like وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. And recall when we saved your forefathers from the people of Pharaoh who afflicted you with the worst torment, slaughtering your newborn sons and keeping your females alive, and in that was a great trial from your Lord. May Allah keep us safe and sound from all of these torturing and slaughtering and all of this bad stuff. JazakAllah khairan wa nafa'a Allah bina wa bikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.